أمال كثيف على الاقتراع في أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية بالداخل. الوطنية للانتخابات تدفع موظفين وقضاة وبطاقات اقتراع لمواجهة كثافات التصويت في عدد من المحافظات الحدودية. إشادة من الأحزاب والقوى السياسية بالمشهد الحضاري وإقبال المصريين على التصويت في الانتخابات الرئاسية. نشرة إخبارية جديدة تأتي حضراتكم من القاهرة. أهلا بكم. البداية مع زميلة ميرفت المليجي. أهلا بك ميرفت. أهلا بك دانا وأهلا بكم مشاهدينا. والبداية بالتصويت في الانتخابات الرئاسية. أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن راحة لمدة ساعة بجميع اللجان على مستوى الجمهورية للقضاة والقائمين على العملية الانتخابية. كانت لجان الاقتراع قد شهدت إقبالا كثيفا من الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتي تجرى تحت إشراف قضائي كامل وتستمر على مدى 3 أيام متتالية. هذا وتجري العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي من خلال نحو 15,000 قاضي من مختلف الجهات والهيئات القضائية يتولون الإشراف على 11,631 لجنة اقتراع فرعية تقع بداخل 9,376 مركزا انتخابيا تخضع لإدارة وإشراف الهيئة الوطنية للانتخابات. وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الدفع بموظفين وبعض من القضاة وكذلك صناديق الاقتراع وبطاقات الاقتراع لمواجهة الكثافات في المحافظات الحدودية. أكد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية لمتابعة تصويت المصريين بالداخل المستشار أحمد بن داري أكد رصد غرفة العمليات إقبالا كثيفا للمواطنين على لجان الاقتراع في الانتخابات الرئاسية منذ الساعات الأولى للتصويت، مشيرا إلى أن كل مراكز الاقتراع واللجان الفرعية للانتخابات قد انتظمت في العمل باستقبال الناخبين. كما أوضح المستشار أحمد بن داري أنه يتم التنسيق مع كل الجهات في الدولة للتيسير على المواطنين للأدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية. ملاحظ وجود كثافات عالية في لجان الوافدين ولجان المحافظات وجاري متابعة العمل لفض التكدسات عشان سرعة التقاطر والتيسير على المواطنين، ومتابعة العمل ساعة بساعة إن شاء الله، ونحيط حضراتكم بكل تفاصيل العملية الانتخابية. ولكن من الواضح أن بداية العملية الانتخابية فيها إقبال جماهيري ملحوظ في كافة اللجان وبالخاص في اللجان الوافدين على مستوى المحافظات تباعا 27 محافظة. كل اختيارات اللجنة كل اللجان المتابعة ان احنا عندنا كثافات عالية، وان شاء الله هندعم اذا كان يحتاج الامر تدعيم والتنسيق مع كافة جهات الدولة للتيسير على كافة المواطنين. أدلى المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 وذلك في مقر لجنته الانتخابية في مصر الجديدة.
أدلى المرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة سيزا النبراوي بالتجمع الخامس. كما أدلى المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بصوته في مقر لجنته الانتخابية لانتخابات الرئاسة 2024. أدلى المرشح الرئاسي عبد السند يمامة بصوته في الانتخابات الرئاسية بمقر اللجنة الانتخابية بمدرسة بدر الإعدادية بمنطقة الدقي.
إذن مشاهدينا نتابع مع حضراتكم الآن هذه المسيرة الحاشدة لطلاب من جامعة القاهرة لحث كل الطلاب للنزول والمشاركة في هذه الانتخابات الرئاسية لعام 2024. نتابع مع حضراتكم مشاهدينا هذه المشاهد الحية من أمام إحدى اللجان في منطقة الجمالية بحي الجمالية بالقاهرة، وكما نرى اصطفاف الكثير من المواطنين الذين جاءوا ليدلوا بأصواتهم في هذه الانتخابات الرئاسية الهامة وهذا الحق الدستوري الأهم، كما نرى إقبال كبير من السيدات التي نزلنا للمشاركة بأصواتهم ويصطحبن معهم أطفالهم للتعلم كيف تكون ممارسة الحقوق السياسية. ونتابع الآن أيضا الأقبال الكثيفة في لجنة أنابيب البترول للمشاركة في أول أيام انتخابات الرئاسة المصرية لعام 2024. والجدير بالذكر مشاهدي الكرام بأن هذه الانتخابات تخضع إلى إشراف قضائي كامل، وتقف الهيئة الوطنية للانتخابات على مسافة واحدة، وهي من ضمانات نزاهة هذه الانتخابات المصرية وحرية تعبير الشعب المصري عن رأيه في هذه الانتخابات. وهي تعتبر هذه الانتخابات تأتي كثمرة لمسار سياسي كبير، نتحدث هنا عن الحوار الوطني الذي كان على مدار العام الماضي وشهد حوالي 90 جلسة من مناقشات في المستوى السياسي والمستوى الاقتصادي والمستوى الاجتماعي. وبدأ بالفعل يتصاعد الحديث الآن عن أولويات الناخب المصري، لأنه تعتبر هذه الانتخابات الحية انتخابات تعددية في الدولة المصرية، كانت بعد ثورة يونيو في عام 2012، ثلاثة في عام 2014، ومن ثم في عام 2024، وهي هذه السنة سنة الانتخابات الرئاسية المصرية. و
وفي محافظة الأقصر شهدت اللجان الانتخابية إقبالا كثيفا من المواطنين على التصويت في أول أيام الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، وقد شارك الأهالي بكثافة في التوافد على لجان التصويت لإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الدستوري الأهم. في أدق أهلية شهدت مدينة المنصورة إقبالا كثيفا من المواطنين للمشاركة في أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024. أدلت السيدة انتصار السيسي قرينة المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي بصوتها في الانتخابات الرئاسية، وذلك بمقر لجنتها الانتخابية في مصر الجديدة. ما زلنا مشاهدي الكرام نتابع مع حضراتكم هذه المسيرة الحاشدة لطلاب جامعة القاهرة، يدعون كل الطلاب للنزول والمشاركة في هذه الانتخابات الرئاسية لعام 2024. الحقيقة أن هذه الانتخابات هي تأتي وتتزامن مع أحداث قطاع غزة، وفي وقت تشهد فيها المنطقة أجمع عدم استقرار، سواء نتحدث عن ما يحدث في السودان الجارة الجنوبية للدولة المصرية أو حتى عن ليبيا الجارة الغربية
الشعبية للدولة المصرية. كل هذه العوامل أدت إلى إعادة ترتيب أولويات الناخب المصري، وبدأ الحديث يتصاعد عن أولويات المواطن المصري أو الناخب المصري، فوضع الحفاظ على الأمن القومي للدولة المصرية المصرية أصبح في المقدمة. يأتي طبعا العديد من الأمور سواء على مستوى التعليم أو الصحة أو مستوى الاقتصاد. اهتمام المصريين بهذا الملف تحديدا ملف الأمن القومي للدولة المصرية هو في المقدمة، وما ظهر في الفترة الماضية بقوة وبشكل جلي وبشكل واضح حين دعا السيد الرئيس كل المصريين للنزول، فنزل بالفعل عشرات الملايين يؤيدون القيادة السياسية في مقدمتها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويؤيدون فكرة عدم تصفية القضية الفلسطينية أو حتى التهجير القسري لكل سكان غزة. انتخابات رئاسة تأتي في ظل تحديات كبيرة جدا تواجه العديد من التحديات الإقليمية بالغة التعقيد. يتنافس في هذه الانتخابات 4 مرشحين: المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، وأيضا المرشح الرئاسي فريد زهران، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة، والمرشح الرئاسي أيضا فريد زهران، والمرشح الرئاسي حازم عمر. الحقيقة كما كنا نتحدث منذ قليل بأن هذه الانتخابات هي تعتبر ثمرة مسار سياسي مضى على مدار العام الماضي، حين كلف السيد الرئيس كل الأحزاب والأطياف في الدولة المصرية بعقد الحوار الوطني، واللي تم على حوالي 90 جلسة تم مناقشة العديد من الأمور في مقدمتها على المستوى الاجتماعي والسياسي وحتى الاقتصادي. بالفعل يتصاعد الحديث عن أولويات الناخب المصري والتي تتزامن مع الأحداث في قطاع غزة وكل المخططات الإسرائيلية التي أفشلها الموقف المصري، سواء برفض التهجير القسري لكل سكان قطاع غزة إلى ناحية أو جهة الجنوب، والإبادة الجماعية وعدم تصفية القضية الفلسطينية. يكون تصويت المصريين مشاهدينا الكرام من خلال لجنة التصويت ولجنة الانتخابات والحضور الشخصي، ويتواجد في هذا الناخب في الأيام المحددة سواء اليوم وغدا وبعد غد مع وضع بطاقة الاقتراع في الصندوق. والحقيقة أنه هذه الانتخابات تخضع إلى إشراف قضائي كامل، وهو من ضمانات نزاهة هذه الانتخابات وحرية تعبير المواطن المصري والشعب المصري، وتقف الهيئة الوطنية للانتخابات على مسافة واحدة من كل المرشحين. نتابع الآن مع حضراتكم مشاهدين مسيرة لشباب التحالف الوطني العمل الأهلي التنموية في محافظة كفر الشيخ، والذين يحثون الناخبين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية. أيضا نتابع مسيرة شباب التحالف الوطني في محافظة بورسعيد للحث على المشاركة في انتخابات رئاسة لعام 2024.
استغل الرئيس السابق المستشار عدلي منصور بصوته في الانتخابات الرئاسية، وذلك في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية المصرية بالداخل والتي تستمر على مدار 3 أيام. أدلى فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بمدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة في مصر الجديدة في محافظة القاهرة. كما أدلى البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بصوته في الانتخابات الرئاسية، وقد حث البابا تودروس جموع المصريين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية لأنها حق دستوري أصيل لكل مواطن، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجبة وهو تعبير عن المواطنة. كما أشاد البابا تودروس بالتنظيم المميز للانتخابات على مستوى الجمهورية والذي يتم تحت إشراف قضائي الذي يضمن حرية ونزاهة الانتخابات. أكد المستشار دكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بأن المشاركة في الانتخابات الرئاسية ليست حقا دستوريا أصيلا فحسب، وإنما هي واجب وطني في المقام الأول، وتدل على الوعي الكامل لكل فئات الشعب المصري. وعقب الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية أمام لجنته الانتخابية في مدرسة طبري الثانوية بالنزهة في محافظة القاهرة، دعا رئيس مجلس النواب كل الشعب إلى المشاركة بكثافة في العملية الانتخابية وبما يليق بمكانة مصر ليتم تقديم نموذجا في الممارسة الديمقراطية الصحيحة والاصطفاف خلف الوطن، ويثبت أن المصريين يدركون دقة المرحلة الراهنة والتي يمر بها الوطن والمنطقة والعالم، وأن لديهم من الحس الوطني والوعي الفكري والحضري ما يجعلهم حريصين على المشاركة في صنع مستقبلهم بأيديهم. أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي بالصورة المشرفة والتي قدمها المصريون في الخارج خلال مشاركتهم الإيجابية والفعالة في الانتخابات الرئاسية، والتي أكدت اعتزازهم بوطنهم وتمسكهم بتقدم مسيرته نحو الازدهار والتنمية. كما وجه رئيس مجلس النواب الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات ولقضاة مصر على ما بذلوه من جهود في تنظيم وإدارة العملية الانتخابية والإشراف الكامل عليها وبدقة متناهية. نتابع مع حضراتكم الآن هذه المشاهد للإقبال الكبير من المواطنين في محافظة الجيزة للمشاركة في أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية، وكما نتابع أيضا أن هناك مشاركة كبيرة من المرأة في هذه الانتخابات، وكما اعتدنا أن المرأة يكون لها دور كبير في المشاركة والحرص الكامل منها على المشاركة في أي استحقاق دستوري يعني لمصر، وخاصة بالطبع الانتخابات الرئاسية. كما نتابع
الآن مشاهدينا هذا الإقبال الكبير من المواطنين في مدينة الحامدية بمحافظة الجيزة من أجل المشاركة في أول أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية. الحقيقة مشاهدينا أن هذه الانتخابات الرئاسية الحالية تعد الانتخابات التعويضية الخامسة في تاريخ الدولة المصرية، كانت الأولى في عام 2005 وبعد ثورة يونيو كان هناك انتخابات في عام 2012 وبعدها في 2018 والآن هذه الانتخابات الرئاسية 2024. الدكتور ديار رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في بيان صادر عن الهيئة أن الهيئة تتابع على مدار الساعة انتخابات رئاسة الجمهورية والتي بدأت اليوم الأول من ثلاثة أيام محددة للتصويت. وقد أوضح البيان أن التقارير الصحفية والإعلامية سواء الأجنبية أو المصرية والتي تتابعها الهيئة قد أشارت إلى أن العملية الانتخابية تسير في مختلف أنحاء الجمهورية بصورة منتظمة، كما لوحظ وجود كثافات كبيرة أمام مراكز الاقتراع منذ الصباح الباكر. هذا وقد أضاف رشوان أن هذه التقارير قد أكدت أن جميع لجان الاقتراع الفرعية قد فتحت أبوابها للناخبين دون استثناء واحد، وهي التي يبلغ عددها نحو 11631 لجنة بالداخل و 9376 مركزا انتخابيا. وقد ذكر رشوان أنه يشارك في تغطية هذه الانتخابات نحو 528 مراسلا صحفيا لوسائل إعلام أجنبية، من بينهم 426 مراسلا مقيما و 102 زائر لتغطية الانتخابات، ويمثل كل هؤلاء نحو 100 مؤسسة إعلامية من صحف ومجلات ووكالات أنباء ومواقع إخبارية وقنوات تلفزيونية، وينتمون لعدد 30 دولة من كل قارات العالم. وقد أبرز رشوان أنه تسهيلا من الهيئة العامة للاستعلامات لتغطية المراسلين الأجانب بالانتخابات في كل محافظات الجمهورية، فقد نظمت للراغبين منهم رحلة لمتابعتها في محافظة شمال سيناء ضمت 24 مراسلا ويمثلون 18 وسيلة إعلامية أجنبية. وقد غطى هؤلاء المراسلون الاقتراع في عدد من لجان العريش والشيخ زويد وبئر العبد، فضلا عن تفقدهم للأوضاع الراهنة في معبر رفح. كما أوضح رشوان أن غرفة المتابعة المركزية بالهيئة العامة للاستعلامات متصلة بشبكة مكاتبها المنتشرة الجمهورية، لم تتلقى منذ فتح اللجان سوى 4 ملاحظات من مراسلين أجانب جمعوها تتعلق بالتصوير داخل بعض لجان الاقتراع وتم حلها جميعا. وقد أشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إلى أنه لوحظ اهتمام كبير من وسائل الإعلام الدولية الكبرى والأكثر انتشارا، حيث نشرت جميعها تقاريرا عن بدء التصويت في الانتخابات مع بعض معلومات عن التنافس والمتنافسين. كما أضاف أن التناول كان موضوعيا في مجمله وركز على وصف ما يجري داخل وحول اللجان، مشيرا أنه لم يتم نشر أي تعليق أو خبر أو أي تناول بشأن أجواء أو إجراءات العملية الانتخابية أو نزاهتها أو لأي من سلطات الدولة وجهاتها فيها أو التأثير على ناخبين. كما لم يرد أي ذكر بشأن أي تضييق على المراقبين أو الإعلاميين أو حرية المرشحين ومندوبيهم. المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بصوته في الانتخابات الرئاسية، أكد رئيس مجلس الشيوخ أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية تساهم في تعزيز استقرار البلاد ومؤسساتها الدستورية، ومشددا على أن مشاركة المصريين في هذه العملية الانتخابية هو حق دستوري يجب أن يحرص عليه الجميع. كما ثمن رئيس مجلس الشيوخ ثمن دور قضاة مصر من مختلف الجهات والهيئات القضائية والهيئة الوطنية للانتخابات في الإشراف على الانتخابات داخل الدولة المصرية. كما
عدل وكيل أول مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين بصوته في الانتخابات الرئاسية. وأكد وكيل أول مجلس النواب أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني واستحقاق دستوري، مشيرا إلى أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات والتي تبعث رسالة للعالم أجمع بمدى وعي الشعب المصري بحقوقه الدستورية واصطفافه حول قيادته الوطنية لاستكمال مسيرة الاستقرار والتنمية الشاملة والتي شهدتها الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة. أدلى سيد محمود توفيق وزير داخلية في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمقر لجنته الانتخابية. أكد وزير الداخلية بأن كل أجهزة وزارة الداخلية في حالة استنفار قصوى من أجل تأمين المواطنين وتهيئة الأجواء المناسبة للسير العملية الانتخابية، هذا بالشكل الذي يليق بالدولة المصرية وإتاحة الفرصة أمام كافة المواطنين للإدلاء بأصواتهم من أجل ممارسة حقهم الدستوري في مناخ آمن. أوضح وزير الداخلية بأن كافة المحافظات تشهد الآن حالة من الاستقرار الأمني وأن مجريات العملية الانتخابية تسير وبشكل منتظم. أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن انتظام سير عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 في كافة لجان الاقتراع على مستوى محافظات مصر، ووقفت الهيئة على من خلال تواصلها الدائم والمستمر مع اللجان العامة واللجان المتابعة واللجان الفرعية إلى وجود إقبال كثيف غير مسبوق من جمهور الناخبين في مختلف المحافظات، فسارعت بالدفع بالعديد من السادة القضاة وأعضاء الهيئات القضائية الاحتياطيين إلى عدد من اللجان الفرعية، وذلك لتسريع وتيرة عملية التصويت والتخفيف من زحام طوابير الناخبين أمام اللجان، وذلك في إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على تيسير عملية الاقتراع قدر المستطاع، وذلك في ضوء الإقبال الكبير من المواطنين والذي فاق كل التوقعات. في هذا الصدد تعرب الهيئة الوطنية للانتخابات عن شكرها وتقديرها العميق لجموع أبناء الوطن والذين أظهروا وعيا عميقا بأهمية المشاركة الإيجابية الفاعلة في هذا الاستحقاق الانتخابي الأهم والتمسك بأعمال حقوق الدستورية والقانونية. تتابع غرفة العمليات المركزية للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي تصويت المصريين بكل أنحاء الجمهورية في الانتخابات الرئاسية، وذلك في أول أيام الاقتراع. أشارت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي لأن الغرفة ستسهم في التدخل مركزيا لتدليل أي عقبة قد تطرأ من خلال التواصل مباشرة مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وكذلك متابعة عملية التصويت وفقا للضوابط الدستورية والقانونية. كما تتابع غرفة عمليات حملة المرشح الرئاسي فريد زهران عملية تصويت المصريين في الداخل بالانتخابات الرئاسية. وكما تتابع غرفة عمليات المرشح الرئاسي حازم عمر عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية في الداخل.
تتابع أيضا حملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة تصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية. شهدت لجان الانتخابات الرئاسية المختلفة بمدن محافظة البحر الأحمر إقبالا كثيفا من الناخبين من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية. هذا وحرص الناخبون على التواجد أمام لجان قبل فتحها للإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الانتخابي. كما نتابع مع حضراتكم مشاهدينا هذه المشاهد الحية لإقبال الكبير من المواطنين في محافظة الشرقية للمشاركة في أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية. أن مصر 30 يونيو هي مصر 10 و11 و12 أكتوبر. نحيي القضاء المصري على دوره في المشاركة في العملية الانتخابية، وهي وسام على صدر القضاء المصري يؤديها بأمانة، وكلها تدعو المواطن إلى النزول والمشاركة في حرية تامة، يختار من يختاره حتى نبدأ بإذن الله صفحة ناصعة جديدة من صفحات مصرنا الغالية، وإن شاء الله دايما دايما في أيام جميلة وبالتوفيق إن شاء الله. أنا شايفة
في اقبال كويس قوي، والنهارده اول يوم شايفه ان هناك الفئات كلها الحقيقه بتشارك. يعني انا لسه داخله جايه من بره من جوه، سيدات كتير موجودين، سيدات عندهم اعاقه بيدخلوا بيجوا بيتحملوا هذه المشقه وبيدخلوا لجان التصويت عشان يشاركوا علشان يبقى ليهم دور في تقرير مصيرهم. فانا متفائله جدا جدا، انتخابات الرئاسيه 2024 هيبقى فيها عدد كبير من المنتخبين ان شاء الله. الانتخابات الرئاسية في حد ذاتها مهمة جدا، ويجب على الشعب أن يشارك يقول رأيه كما يشاء، ولكن لابد من المشاركة. أول أركان الديمقراطية هو المشاركة، ثم المسؤولية، ثم التداول، ثم الحرية. ولذلك المشاركة هذه هي أول خطوة، إذا صحت صح الطريق كله، وإذا فرطنا فيها حدث خلل كبير. ولذلك أنا بدعو الشعب المصري كله للمشاركة. بثبت ان انا مواطنة مصرية ليا حق اختيار رئيس لدولتي في وقت بلدنا بتعيش فيه تحديات ومخاطر كتيرة. يهمنا ان احنا ندعم الدولة الوطنية، نقف وراها، نحافظ على امننا القومي بادلاء صوتنا، وصوتنا له دلالة واهمية قدام العالم كله، بنسبة ان احنا قادرين على الاستحقاق الديمقراطي.
إذن مشاهدينا نتابع الآن مع حضراتكم هذا الإقبال الكبير من المواطنين في بندر دربن إجمالا المشاركة في أول أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية. وكما كنا نتابع منذ قليل في هذا التقرير، بالفعل تأتي هذه الانتخابات الرئاسية لعام 2024 في ظل تحديات كبيرة تواجه الدولة المصرية وسط تطورات عالمية وإقليمية متسارعة وحتى بالغة التعقيد. الجمهورية الجديدة ومقام بها السيد الرئيس على مدار التسع سنوات الماضية من مشروعات ومن مبادرات صوب الجمهورية الجديدة، الحقيقة هي ثمرة ثورتين شعبيتين ومسيرة من الإصلاح وبناء للمؤسسات وكل المشاريع القومية والمبادرات، ومن على رأس هذه المبادرات الحقيقة حتى حياة كريمة التي تهدف في المقام الأول لتحسين جودة حياة المواطن المصري على كافة المستويات، سواء كان على المستوى الصحي، التعليمي، الثقافي، وحتى العديد من الأموال التي تم إنفاقها في برامج الحماية الاجتماعية التي تهدف في المقام الأول إلى المواطن المصري. والحقيقة أنه شعار الدولة المصرية والقيادة السياسية في مقدمتها السيد الرئيس كل الفترة الماضية هو المواطن المصري، لذلك كان السيد الرئيس يراهن دائما ونراه يتحدث في كل المحافل الدولية وحتى المؤتمرات والمنتديات عن مسألة وعي المواطن المصري. كل هذه المبادرات التي أضاءت طريق الأجيال القادمة والجمهورية الجديدة بالفعل كما نشهد الآن هي موعد مع هذه الانتخابات الرئاسية المتميزة نتاج مجهودات كبيرة وقوية مضت خلال الأعوام الماضية، وتشير لحقبة جديدة في تاريخ الدولة المصرية، وإن دلت على شيء تدل على أن كل الشعب المصري يريد أن يساهم في ترسيخ النظام الديمقراطي في الدولة المصرية، لأن الدولة المصرية هي دولة ذات حضارة عريقة والكل يريد أن يشارك بصوته في رسم ملامح السياسة سواء كانت الداخلية أو حتى الخارجية للدولة المصرية، لأن هذه الانتخابات الرئاسية التعددية تعتبر الخامسة في تاريخ الدولة المصرية، يأتي كل مرشح بمختلف أو بخلفيات سياسية مختلفة الحقيقة.